النهاردة احنا معانا عرض لناقص عنصر غذائي. العنصر الغذائي ده عنصر من عناصر الصورة، لكن العرض بيكون واضح جدا على الاوراق. تمام، دي ورقة تانية اهي في نفس النبات عاملة زي الطبق دي. انا طبعا هستغل ان انا هرش دلوقتي عنصر نحاس، فانا معايا النهاردة محفز عام للنمو في نيتروجين 24% وفوسفور 16% وبوتاسيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. النهاردة احنا معانا عرض لناقص عنصر غذائي. العنصر الغذائي ده عنصر من عناصر الصورة، لكن العرض بيكون واضح جدا على الاوراق. واحنا اتكلمنا عن اعراض نقص العنصر ده قبل كده في فيديو، هسيب لحضراتكم الرابط بتاعه دلوقتي في البطاقات. العنصر اللي احنا بنتكلم عنه هو عنصر النحاس. العرض اللي بيظهر على الاوراق نتيجة نقص عنصر النحاس زي ما قلنا قبل كده في فيديو اعراض نقص العناصر الغذائية، اللي هو تقعر الورقة للأعلى. الورقة زي ما احنا شايفين الحواف بتاعتها متنية لفوق، وعاملة الورقة عاملة زي الطبق. تمام، دي ورقة تانية اهي في نفس النبات عاملة زي الطبق. دي أعراض نقص النحاس. الأطراف الصفرة دي أعراض نقص عنصر تاني، نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني بعد كده. انما اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو نقص عنصر النحاس. ولما نشوف اعراض زي دي على الورق بتاع النبات، يبقى احنا لازم نرش نحاس. فانا هرش دلوقتي عنصر نحاس مع حضراتكم عشان نعالج النقص ده زي ما هنشوف دلوقتي. انا طبعا هستغل ان انا هرش دلوقتي عنصر نحاس، فانا معايا النهاردة محفز عام للنمو في نيتروجين 24% وفوسفور 16% وبوتاسيوم 12% وزنك 5 في الـ1000، ومعايا حديد 17% ومنجنيز 5 في الـ1000 ونحاس 8 في الـ1000 وكبريت 4.62%. فأنا هرش الرش ده، طبعا ده رش جيد جدا مجرب قبل كده. ده اسمه، انا هحط من ده 2 جرام على اللتر وهذوبهم في البخاخة بتاعتي وهبدأ ارش بهم النبات. انا طبعا برش في الوقت اللي هو وقت الغروب، زي ما احنا شايفين كده الشمس بتغرب اهي، ده الوقت اللي احنا بنرش فيه عشان الثغور بتاعة النباتات تكون مفتوحة مهيئة ان هي تمتص الرش بتاعي. فزي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، هبدأ ان انا ارش الرش بتاعي قدام حضراتكم. دلوقتي انا هرش عنصر النحاس اللي هو في المركب اللي احنا وضحناه مع بعض دلوقتي، هرش على الاوراق زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة وانا برش ان انا ارش الاوراق كلها واحاول انها تيجي من فوق ومن تحت. طبعا زي ما احنا شايفين نقص عنصر النحاس اللي احنا قلنا عليه واضح جدا على معظم النباتات. الكرمشه اللي في بعض الاوراق دي على فكره ناقصه عنصر تاني، اتكلمنا عنه قبل كده في اعراض نقص العناصر الغذائيه. ولو ما استجابش معانا بالرش ده هنرش له رش تاني مع بعض عشان نعالجه ان شاء الله. بغسل النبات بالرش بتاعي. Thank you.
زي ما احنا شايفين معظم النباتات اوراقها مقعره لفوق، واضح جدا اعراض نقص النحاس. زي ما احنا عارفين النحاس من العناصر الغذائيه الصغرى، لكن اعراضه بتبان على النبات لما بينقص، ولو ما لحقتش وعوضت النقص ده بيحصل مشاكل كتير للنبات وفي الانتاج بتاعه. ورقه زي دي عامله زي الطبق اهي، ماسكه الميه المحلول اللي انا برش بيه الميه يقف فيها، فده اللي احنا بنقول عليه ان هي بتبقى عامله زي الطبق فعلا، الميه واقفه فيها اهي. زي ما قلت انا برش النبات بتاعي رش غسيل، بغسل النبات بتاعي بالرش بالكامل غسيل كويس عشان اضمن ان المحلول المغذي بيروح لكل اجزاء النبات بتاعتي ولكل الاوراق. بس كده انا خلصت رش النباتات بتاعتي كلها، بالمحلول اللي بيحتوي على عنصر النحاس. ان شاء الله المحلول ده يجيب نتيجة بسرعة ويظبط الاوراق بتاعت النباتات معايا. كده انا هنهي الفيديو ده. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الأسطح مع قناتكم أسرار زراعة الأسطح، وأشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله على خير.